فرج بن قية، عمري 24 سنة، أصيل مدينة بولبة. كما تعرف بولبة مدينة ساحلية معروفة بالحوت بالصناعة كيف زاد برياضة كرة اليد، الرياضة الشعبية الأول يعني كي تشوف في مدينة بولبة. وريت يعني اللوند بالك فاش تلعب حبيت وعجبني برشا، كنت نلعب جوك، نلعب في البوستات الكل، كنت مغروم على الاخر وين تحطي نلعب دي ميسونز ريير بيفو غارديان. صحيح يقولوا لي مي راني يعني كيف ما قلت راني من اول الحراس العرب وتوان سمعت اللي باش يتواجدوا في البطوله الاسبانيه العام القادم. هذا حق شرف كبير ليا وشرف لتونس وشرف النس الرياضي بطبولبه، معناتها الجمعيه اللي كونتني وطلعتني معناتها باش نكون معناتها ضمن الحراس العرب والتوانسه، معناتها من اول حراس العرب التوانسه يعني الاوائل اللي شنشطوا في البطوله الاسبانيه. هي العالم نتاع كره اليد اوروبا، هي العالم ولا الاوروبيان فيزيكولي يوغوسلا لي بيس كونتينا ماتشيه النرويج تروسي ومهم. شوفوا كل الانيماسيون اللي عملاها في الصاله نتاع كيونكا، يعني جمعيه عندها بريسك عامين يعني تبع فيها من بعد كاس العالم الاوسط لعبناه في اسبانيا كيونكا، وفما جمعيات اخرى كيف كان يعني بقاو يتبعوا في البطوله التونسيه، يتبعوا في ماتشات نسر هذه بطبولبه. يعني الحاجه اللي كنت نستنى فيها جات، معناتها حاجه تمنيتها يا اخي جات بالخدمه، وتو معناتها وقيت باش الواحد يزيد معناتها يوري شنو عنده في تونس، معناتها العباد يعرفوني، تو قيت باش نوري معناتها شنو عندي لبرا خاصه في الاسوبال في البطوله الاسبانيه. فرج مجاهد، هذه مش خاطر ولدي، اما كي نقول لك مجاهد ما بين الليسي وما بين لوبرج ولا ما بين المحطة متاع المترو فما ما يقارب على 5 كيلومتر، فرج يمشيهم يوميا ويرجع باش يجي في الوقت في اللونترينمون. فرج العديد مرات ينحي صبادر يساقه تبدا زرقاء، ساقيه الزوز يبداو زرق. انا كي يسالوني نقول لهم فرج صحيح بيولوجيا ولدي، لكن رياضيا ولدي نس رياضي بطبول. يا عباد راهو اكل الجمعيه هذيك راهي روح البلاد، راهي روح الشباب متاعنا، باش يبعدوا على الزطلة ويبعدوا على الدروب ويبعدوا على السرقة ويبعدوا على المشاكل. كل جوار نقرا له حسابه، منين يشوط منين يمشي شنو يحب، كي يتعوج كي يمشي يمين يمشي يسار، قواشي دروات، اي جوار نقرا له حسابه. يعني الماتش مثلا شنكور كونتر جمعية من جمعيات تلقاني نتفرج في 3-4 ماتشوات. الهدف الجاي هو الظهور بأحسن صورة، يعني إن شاء الله معناتها الواحد يعمل برفورمانس باهية السيزون الجاية، وعلاش لا معناتها يطمح معناتها لجمعيات أخرين. كيونكا جمعية كبيرة ومعروفة ومدرسة من يعني مدرسة من أكبر المدارس في كرة اليد في إسبانيا، شرف لي كبير وباش نكون معناتها متواجد من الفريق العام القادم. الحمد لله على كل حال، هذا كل معناتها ما جي كان يعني كل بفضل ربي. كيف زاد فضل كبير لجمعيه النس الرياضي بطبولبه، على راسهم سيد رئيس جمعيه سيري دمراد. اي جوار نتاعو لاي جارديان معناتها يحلم يعني باش يشرف الراي الوطنيه، واحنا معناتها في كل وقت حاضرين معناتها بالتشجيع باش نشرفوا الراي الوطنيه. هذاك نداء الوطن معناتها لينا، جاء تو جاء من بعد، معليه الواحد كان يخدم على روحه وان شاء الله يكون في المستوى باش نجي نمثل الدرابو نتاعي ونمثل جمعيتي ونمثل عائلتي ونمثل مدينة بولبة كلها إن شاء الله.